مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.